أمام كرة أمامية ملعوبة، الكرة على طول توصل نغلتين في مع النصر أيضا أحمد عليان وسعد شتيوي، ملعوبة الكرة على طول للنصر، حاول يصلحها، تصلح على طول مره ثانيه، راح يغير ناحيه اليمين ناحيه الظهير الايمن، الكره توصله ويلعب له كره بينيه لكن تنقطع لنادي النصر مره ثانيه، نقلتين النصر وحوالي هذه الكرات اللي قاعد يلعبها النصر ممكن يشكل خطوره، النصر هو اكثر اللي راح يشكل خطوره على مرمى نادي الجهره. محمد سعد كعبه على طول تلعب اماميه، نقلتين ثلاث الى محمد، تنقطع هجمة لنادي النصر، نقلتين ومشعل فواز يلعبها على طول إلى مشعل مجبل، نقلتين وهذه كرة لنادي النصر وخطرة على المرمى بالجول، الله سلمان مجبل، سلمان مجبل أنت مجبل على الجول، لكن وين الكرة؟ وين الكرة؟ كرة تطلع وأربع دقائق الأولى والتعادل. إذا ركلة مرمى، ركلة مرمى ركلة مرمى وتلعب الكرة طويلة توصل للنصر مرة ثانية، يحاول توصل ولكن مقطوعة، تنقطع الكرة تغطية من لاعب نادي النصر، تغطية يرجعها إلى حارس المرمى محمد هادي، توصل كل الشكر للزملاء، الصوت ما كان أعزائنا المشاهدين واضح لكن جهد كبير يعني لإيصال الصوت لمسامعكم على أساس تتابعون وتشوفون
تحديد الاسماء وتحديد الكرات وتحديد الكرات العرضيه. كانت في كره شفتوها يمكن اللي ضاعت لنادي النصر. النصر يعني قلنا عليه اللي هو سلمان مجبل، وقلنا عليه هو مجبل على الجول وحط له كره ما تضيع، ضاعت كره ملعوبه للجهره يترجع مره يهجم. يعني شيء حلو ان هجمه للجهره هجمه للنصر، هجمات يعني متبادله علشان يستمتع المشاهد من خلال الكرات الحلوه. كرة ملعوبة على طول ترجع من الجهرة، توصل ترجع. والله أنا يعني عندي رسالة وأود أوصلها حق الحكام أو اللجان بالحكام. شفت الكرة وشفت اللاعبين قاموا بسرعة، قرار يرجع للإصابة أو لخطورة الإصابة لحكم اللقاء. إذا اللعب يصير بارد وتبرد أكثر أنت الكرة تطلعها وتموت اللعب، لا الحكم ياخذ قرار. وهذه رساله للجنه الحكام للاتحاد لكل الامور هذه. ليش؟ لان احنا ما نبي كل لاعب على كيف يطلع الكره. في لاعب ممكن يطيح نفسه، ابي اريح، ابي الفريق اذا ضغط علي، كل الامور وارده، لكن مجرد احتكاك بسيط لا لا. هذه امور يعني يفترض انها ما تصير، صارت مثل عاده في ملاعبنا الرياضيه. كرة ملعوبة للجهرة وينقل في الدفاع، راح يرجع حوالي كرتين، وهذه كرة توصل ولكن مقطوعة لصالح فريق نادي النصر. بعد ما طلعت المسّة لاعب نادي الجهرة رمية تماس نادي النصر، ومثل ما ذكرنا النصر باللون العنابي والأبيض الجهرة ونقلتين ثلاث. وذكرنا يمكن على مسامعكم في البداية يمكن ما الصوت ما كان واضح بالنسبة للمباراة الأولى بين النصر والجهرة في القسم الأول. على ملعب النصر فاز الجهرة 2-1، على ملعب الجهرة فاز النصر على الجهرة بملعب الجهرة 3-2. والحين ملعب محايد، هذه المباراة الثالثة، المباراة الثالثة بين الفريقين، كل فريق ماخذ 3 نقاط من الفريق الثاني وخسران أيضا 3، ولكن تعادل ممكن ولا اي فريق يفوز. وهذه هجمه للنصر، هجمه للنصر، هجمه، يا سلام عليك، لكن أفسايد، 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 أفسايد. قبل لا يرفع الرايه واضح لانه أفسايد، خطوه خطوتين وهو مرتاح معدي. بس التمريره حلوه، تمريره حلوه كانت، تمريره حلوه كانت. شوف 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 شوف، واضح عزيزي المشاهد، واضح واضح. تسلل اذا لصالح فريق تلعب للجهرة في الدفاع، ملعبه سيلفا، هذا برازيل الجنسيه سيلفا. اذا في الجهه اليسار ايضا اللي هو عبد الرحمن خالد سيلفا. عبد الرحمن ترجع توصل نصر، بندر توصل، لكن في فاول، في فاول، او اللي هو خالد اللي هو اذن نغلتين محمد خالد. بعد ما لعبت من محمد الى بندر، بندر نايف تحول على طول الى مشعل فواز، وكره ممكن تلعب عرضيه حلوه حلوه لكن بعيده برا برا برا. حاول يلفها، حاول يلفها، طبعا اخطاء وارده وارده بكل لاعب حصل، لكن يعني مكان كان يبي يرفع، يعني حاول يرفعها بطريقه. اذا ركله مرمى لصالح فريق نادي الجهره، بندر سليمان حارس المرمى، بندر، بندر يلعبها طويلة أقرب، أريك كوالكو، لكن أريك كوالكو حاول يلعب الأسمراني، طبعا توصل إلى مشعل فواز، مشعل كرة معاه، مشعل يحاول توصل إلى 7 اللي هو
طلال عجمي تنقطع الكرة توصل مرة ثانية إلى النصر، مرة ثانية إلى محمد العازمي، عازمي ترجع للكرة، العازمي كرة معاه بشماله واتصل كواكو، وهذه خطرة 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 ها 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 طبعا بإيده لكن غير مقصودة. هذه الكرة الغير مقصودة السريعة اللي هي المسافة قصيرة، مسافة القصيرة خصوصا لما تكون مسافة مرفوعة طويلة ويقول والله هي حاشتني، لا ممكن يتفاداها لأنه مسافة يقدر، لكن التصرف المسافات القصيرة دائما يكون فيها لمسة اليد غير مقصودة، عدا ذلك اللي إذا يمد إيده هو يتعمد. شوف شوف هني شاته وفي طع المسافة يمكن متر متر ونص متر متر ونص، فبالتالي يعني غير متعمد اللاعب. شايف الحكم شايف أنا بالإيد أكيد شايفها، مثلا واحد يكون مهاجم يبي يطقها أهو بإيد اللاعب يعني يهم يتعمد يعني هم تحطها ما يصير. هذه هجمة هجمة ها 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 الحارس أوه وين رحت فيها، وين وصلت المدرج اللي ورا الجول، وصلت المدرج اللي ورا الجول والكرة بعيدة، وينك وينك يا رونالد رونالد، هذاك رونالدو انت رونالد يعني يعني حطها حطها، ولكن ضاعت من رونالد. لاعبين على مستوى طبعا اكيد لاعبين مستوى العالي اللي يتابعون خصوصا دوريات أوروبية، كثير من جماهيرنا الرياضية يستمتعون، هذه كرة ملعوبة وسريعة يا سلام عليك، حلو حلوة الكرة حلوة الكرة، انك انت تصرفت سليم تصرفت سليم بكرة مثل هذه، حلوة يا فيصل زايد حلوة يا فيصل زايد، لانك انت وصلت المنطقة اللي لازم تشوت عشان ما تنقطع، شوف طالت هني خلاص خلاص وشايتها قوية. صحيح انه ممكن تكون يعني انزل اكيد كانت روعه في انتهى الروعه، لكن تطلع الى كورنر كورنر مرفوعه الكره اقرب للحارس بقبضه ايده، يبعدها يبعدها لمحمد هادي، محمد سعد حاول يعدي، تنقطع الكره وتوصل للنصر مره ثانيه، حاول يلعبها ناحيه محمد العجمي لكن غير، عجمي كان فاتح ناحية اليمين إلى بندر، بندر نايف بندر نايف الكرة معه محمد العزمي، ما مشت معه الكرة تنقطع للنادي الجهرة. طبعا إن الجول ممكن الآن ممكن يعني حصل، ليش؟ لأن في الآن يعني فريقين خصوصا الجهرة بدأ يوصل بطريقة سهلة، النصر شوية نوعا ما بدأ يتأخر الهجوم، عدد الهجوم شوف واحد في الأمام، شوف هذا الآن وياه نايف، ولكن الآن شوف شوف العدد عدد مدافعين نادي الجهرة، حلوة يا ولد حلوة حلوة ما عليه كرة حلوة مشعل فواز، حلوة حلوة ومحاولة، شيء حلو شيء حلو إنك تشوت من برا المنطقة، شيء حلو تشوت، كانت الأقوال قبل يعني لاعبين لما يشوتون لاعبين لاعبين شنب نعد ونعد ونذكر برا المنطقة لما يشوتها يسمي الحارس، كرة ملعوبة توصل ملعوبة الكرة وشايت بعيدة 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 بعيدة، محاولات محاولات، كل فريق قاعد يحاول يشوت، كل واحد يحاول يشوت، عبيد رافع عبيد رافع حاول يشوت، هذه كرة حلوة كرة مشعل فواز، هذا مشعل فواز أما شات كرة توصل توصل مرة ثانية، في دفعة في دفعة صحيح فاول، في دفعة من الخلف في دفعة أحمد حسن وهو داخل على اللاعب دافع اللاعب يعني فاول، شوف الدفعة واضحة، حاول يغطي على الكرة كثر ما يقدر سلمان مجبل، لكن توصل الكرة إلى أريك كواكو كواكو، ترجع إلى أحمد
ناحية مساعد شتيوي أحمد عليان بدأ ينقل يعني يحاول كثر ما يقدر يحاول نادي النصر علشان يسحب لاعبين نوعا ما الجهرة علشان تكون في ثغرة في الوسط ينقل عشان يصنع لاعب الوسط فرصة أو يتقدم ولكن غلط مدرب فريق ظاهر عدواني مدرب فريق نصر توصل كرة نغلتين حلو كرة وتصرف سليم بكرة ونغلة أحلى سلام عليك كرة حلوة رام ثمانية طبعا فيصل لاعب فيصل لعيب محمد سعد كان طالع له أيضا رونالد حاول ينقلها بعد ما تتصرف فيها فيصل زايد شمال حلوة لعبها فيصل حلوة لعبها مهارة حلوة مهارته لاعب يعني متمكن ترجع الكرة في الدفاع الجهرة يحاول ينقل حمود ملفي بعد ما لعبها إلى عمر علي ترجع الكرة وهجمة للجهرة هجمة حاول سيلفا اللاعب البرازيلي يرفع الكرة توصل ترجع الكرة إلى برا الملعب تابعها الحارس لكن يقول خلاص طلعت هي تلف يقول قاعدة تلف الكرة هو يأشر بإيده أنها قاعدة تلف الكرة هذا ظاهر العدواني مدرب فريق نادي النصر بونياك مدرب فريق الجهرة توجيهات هناك أخطاء واضحة قاعدين يوجهون يعني النصر يمكن يقول لهم يعني ليش راجعتوا تراجعتوا شوف الآن ثلاثة بالهجوم شفتوهم بالكاميرا شفتوهم مشاهديننا شوف بالتلفزيون يعني لما يكون تلعب بمهاجم واحد ايش راح يسوي المهاجم حتى لو يتابع لعب الوسط تأخر يمكن يغطي عليه أكبر عدد من الدفاع بالنسبة للفريق الثاني ولكن الآن ما ينتشر بشكل أفضل بدأ الآن ممكن يعني يكون شكل يعني الآن أتوقع أن تكون في أي فريق له هجمة على الفريقين شوف خصوصا شوف نادي النصر اللي زاد عدد الهجوم شوف لو مخليها على طول أخر الهجمة ولكن الكرة معاه وأربعة ضد أربعة كرة خطرة تكون واضحة لكن اللعبة شوف لاعبين قدامه كانوا أيضا في لاعبين قدامه لكن بدأ يعني الآن بشكل أفضل شوف يقطع كرة توصل مرة ثانية فيصل زايد لعب له كرتين وكرة ملعوبة وتوصل مرة ثانية حكم المباراة شيء حلو انه يمشي الكرات اللي ما فيها فاولات يعني بشكل عادي هذا احتكاك كرة قدم كرة احتكاك لكن ما نقول واحد يطق الثاني انما واحد يدخل على الثاني وبالتالي محتمل يحوش ريلة يلمس ريلة يلمس الكرة وبالتالي يشترك معه لكن الدخول القوي اللي هو يؤذي اللاعب لا حتى لو ما يحوشه دائما نقول احنا فاول ودائما سلامة اللاعبين مسؤول عنها الحكم المباراة عبد الرحمن خالد أرون أحمد حسن إلى عمر علي عمر ترجع إلى عمر مرة ثانية حاول يغير الدفاع طبعا سكر المنطقة النصر تسكير المنطقة أرون كرة في الدفاع تلعب فيصل زايد نغلة حلوة علي عمر علي وتلعب الكرة ممكن يكسب الركنية يلعبها عرضية بالجول اللعب طريقة الفتح اللعب فتح بتسجيل هدف واستطاع الجهرة أن يسجل هدف عن طريق اللاعب والمهاجم رونالد المهاجم هو اللي سجل فيه لاعب طايح في أرض الملعب أيضا سلامات اللاعب وهو لاعب الكرة لافها الظاهر أصيب ما ممكن يكون فيه تمزق ممكن فيه التواء هذا هو سلامات سيلفا ممكن بالأنكل اللي هو الشف الريل تحت
لف الكرة بشكل حلو لأنه فعلا لاحقها وبطريقة حلوة، وأشوف شلون تلمس. ورونالد بالدقيقة 20، بالدقيقة 20 يسجل رونالد، يعني تسجيل وهدف حلو، هدف حلو ملعوب. رونالد يقول أنا رونالد، رونالدو أسجل. نعم صحيح، جول وحلو. دقيقة 20 إذن واحد تقدم الجهرة. خلاص الطريقة الهجومية الحين وضحت، تسجيل. أتعتقد أن تنتهي واحد لا شيء؟ لا، لا أحد يعتقد بهذه النتيجة أبدا، لا أحد يعتقد بأن النتيجة تنتهي واحد لا شيء. ممكن 1-1، ممكن 2-1، ممكن 2-0، 3-4، يعني في أقوال. مقطوعة للنصر، سلام، نغلة حلوة، يعني ما شاته بس. أنا ضد الشيء العشوائي اللي هو يشوته بس من غير ما يركز، مو للزملاء. أشوف ما شاف له لاعب قطع له في الأمام، رجعها وسط بالملعب وبالتالي بالدفاع. هذه ملعوبة ما فيها شيء، طارت من الكرة للجهرة ملعوبة، نغلتين إلى رونالد، لكن مقطوعة توصل لنادي النصر الآن. لا وين وين لاعب مغطي عليه، لعبت أنت للدفاع. متابعة، فاول على النصر للجهرة، رافع الراية مساعد الحكم الجهة الثانية. هذا عبيد رافع لما اعتذر. شوف هني اللي عمل فاول رونالد اللي هو فرانسيسكو اللي عمل فاول. كرة بينية ويعدي، لعب له كرة حلوة اللي هو عبيد رافع، لعبها لمحمد سعد سريعة، محمد سعد لكن ما مشت مع الكرة، مر تحت إلى عازمي، توصل بندر رقم 17 ناحية اليسار طالع له، بالفعل يلعب له كرة حلوة، يلعب له كرة حلوة وتوصل. يا سلام عليك، سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام على الكرة. الله، ملعوبة بشكل حلو، ملعوبة بشكل حلو، لازم تنتهي بأحلى، وهذه كرة توصل. الله، حلوت المباراة، حلوت المباراة باللعبات الحلوة. ما علي يا حارس، ما علي يا بندر سليمان، سلامات لبندر. كورتين حلوين للنصر، كورتين حلوين للنصر، كورتين حلوين، كورتين. وممكن كان ممكن يقول للنصر ويتعادل، ويتعادل. إذن هاردك أيضا للحارس، سلامات بندر سيمان. بندر وركنية، ركنية طبعا بعد ما لمسها بأصابع، وبالتالي تطلع راح تلعب طبعا بالشمال، فبراح تلف هذا بونياك مدرب فريق نادي الجهرة، مدرب فريق الجهرة. طبعا فريقه متقدم بهدف، خايف من التعادل بونياك طبعا لأن في هجمات حلوة، ولا زالت الركنية من الكرات الخطرة دائما. هذا جول الجهرة، شوف الرفعة قبل لا تطلع، شوف رونالد، سلام، واحد، وهذه كرة ركنية. طريقة اللف راح يلفها لف من خلال وقفته تبين، شوف شلون تلف، لكن بيد الحارس، بيد الحارس. ما في أيضا متابع من لاعبي نادي النصر، العازمي طعها بعد ما رجع تغطية وتوصل سلفا. فاولت اللعب سريع على طول، ملعوب الى مشعل فواز، الى مشعل يحاول يغير ويرفع له كره، راح يلعبها الى الظهير الايمن لانه فاتح وعنده مساحه. اذا عدى، ويل الجهره من الكره هذه،
يا ويل الجهرة بالكرة هذه، ولا زالت خطر لكن ركنية، لكن ركنية لكن ما لا ما طلعت، ولكن لا زالت في مكان، شوف لا زالت، لأن تلف الكرة، تلف الكرة وتوصل مرة ثانية أمامية لصالح فريق، راح يرجع للحارس براسه، غير رايه، غير رايه ليش؟ لأن لاعب الجهرة اتجه على طول صح وغير رايه، لكن رجعت عليه الكرة وخطرة، وخطرة وتلعب وتلعب كورنر، كورنر كورنر ركنية، كورنر امسك، لمست حارس المرمى بعدها محمد هادي، كورنر كورنر، هجمات متتالية للنصر، وبالتالي بادرهم بكرة عكسية الجهرة، فلما قلنا حلوت المباراة صح، حلوت المباراة ونغلات حلوة وحتى النهاية حلوة، طب بوك الكرة بديش بالجول، لكن لما تكون حلوة وخطرة حلوة راحت اللعب، راحت اللعب من فيصل زايد، فيصل زايد راح يلعب ركنية لكن راح يربط هذا الآن، فيصل فيصل يرفع الكرة فاول، لأن حاط إيده على اللاعب، حاط إيده على اللاعب، هذا هو رونالد حاط إيده على اللاعب، على لاعب نادي النصر، فاول صالح فريق نادي النصر، 27 شوف هاي، شوف واللي متمسك يارا وهني، شوف حاط ايده عليه، وبالتالي على ايد اللاعب وهو ناط، حاط ايده على ظهر اللاعب، رجعها لحارس المرمى محمد هادي، احمد عليان، اين اريك، أريك مرة ثانية بعد ما لعبت من بندر، أحمد عليان، شتوي، مساعد، مشعل فواز، كرة مع مشعل، بينية، عازمي، عازمي ترجع مرة ثانية إلى العازمي، راح يرفع، راح يحاول يرفع ويلعبها أرضية والتصلح، ولكن تنقطع، تنقطع ترجع مرة ثانية للنصر اللي هو ضاغط الآن، ضاغط، وهذه الكرة الرفع صح، أرضية أرضية أرضية، وشنشات، شاتت من مشعل فواز، مشعل مشعل، ولكن عالية عالية، ركلة مرمى بندر سيمان، 17 دقيقة باجي على نهاية الشوط الأول، 1 الجهرة لا شيء النصر، لكن ضغط النصر وما سجل، فاول يعتذر، بروح رياضية فيصل زايد، اللاعب النصر توصل كرة ملعوبة على طول سريعة، ريان بعد ما لعبت توصل عجمي، لا طلال عجمي بعد ما لعبت من العازمي، هو لعبها لا، ولكن تطلع الكرة إلى برا الملعب، رمي التماس لصالح فريق نادي النصر، رمي التماس محمد العازمي، هذه كرة ملعوبة للنصر، تصلح توصل مرة ثانية من اشتراك من لاعب الجهرة، وهذه كرة لا زالت خطرة للنصر، لا زالت بالجول، الله أوفسايد، ضاعت أوفسايد، ما تضيع يعني، أنت لو حاطها وتقدر تحتج يمكن، طبعا إذا أوفسايد أوفسايد، إنما حاول يعني أنك تسجل الأول عشان حتى لو تحتج، لكن ضاعت الآن، حتى أمل الاحتجاج ضايع لأن طلعت، كرة حلوة كانت ملعوبة، كرة حلوة، ولحد الآن يكلم مساعد الحكم يقول له شوف اللي قاعد يحاكي مساعد الحكم اللي هو الأيمن إنما هي أوفسايد وغيره بالكلام، كرة ملعوبة فاول على رونالد، يقول هو اللي داسني، يقول له انذار سهل،
انذار سهل دا سيلفا انذار لأن لعب الكرة ركلها وهي لفريق النصر، فبالتالي تسببت لنفسك انذار بسيط. والله العظيم يعني ثقافة اللاعبين، هاي الكرة اللي ضاعت لاعب يعني لاعب يعرف ان هذه الأشياء الضر ما تفيد. كرة اللعب طلال تطلع الكرة ركلة مرمى، ركلة مرمى للجهرة، بندر سيمان، بندر 31 دقيقة وباقي 14 على نهاية الشوط الأول. واحد الجهرة من استاد صباح سالم بالنادي العربي في منطقة المنصورية، لا شيء النصر. كرة تغطية سليمة، تغطية كواكو حلوة، حلوة الكرة ملعوبة، حلوة من العجمي توصل وتقدم، وهذه أحلة الرفع لكن أرضية. أكثر من مرة نقول هي أرضية، هي اسمها رفعة. ليش؟ لو أنه طالع زميلك قبل مدافع تلعب أرضية، إنما إذا هو خلف الدفاع تلعبها أعلى عالية توصل. حاسب ضربة جزاء وركلة جزاء للنصر، ركلة جزاء للنصر دقيقة 32. هذا محمد سعد يحتج، محمد سعد يحتج يقول لا رايح وحاط ايده على اللاعب احمد حسن، هني حاط ايده على لاعب النصر، لكن هل هي دفعه ولا لا؟ اللي حطت الايد موجوده، حطت الايد واضحه، حطت الايد واضحه، لكن هل هي دفعه ام هم هي يعني ماسكه؟ فبالتالي تقديرها عند الحكم اكيد هو اقرب واحد وكان قريب. يلا تابع ابيض، تابع ابيض، ركلة جزاء يربط حذاء كرمكم الله. شوف شوف رايحين لاعبين الجهرة ينرفزون لاعب النصر، يقول له مو حاطها على النقطة، مو أنت يا محمد سعد اللي تقول، الحكم يقول له. لكن شنو هذه؟ نوع من النرفزة، نوع من الأعصاب اللي يخليه، لكن هل تأثر فيه اللاعب اللي راح يشوت اللي هو 16 ولا 18؟ نشوف راح يشوت بالجول. سلام على الثقة، رد على الكل، رد على الكل. كرة حلوة، كرة حلوة من فرانسيسكو، فرانسيسكو المهاجم، فرانسيسكو المهاجم يسجل في الدقيقة 33، في الدقيقة 33 فرانسيسكو. ثقة بالنفس وإتقان، شوف الأعصاب الباردة، ركلات الجزاء، ضربات الترجيح كلها تعتمد على الثقة، ثقة ثقة وإتقان والتركيز، يعني ما يكون متنرفز، يكون مرتاح، يموح حق للحارس أو يفكر تفكير فيها فكر حتى البلنتي أكيد. واحد واحد تعادل، تعادل الآن واحد واحد. تقدم الجهرة، تعادل النصر على ملعب النصر، فاز الجهرة 2-1 على ملعب الجهرة، فاز النصر 3-2، يعني ما حد غلب على ملعبه الفريقين، وحتى الآن اللي راح يغلب مو على ملعبه لأنه محايد، ملعب القسم الثالث محايد لكل الفرق، محايد طبعا لا شك أنه إحنا أيضا نقول أن التصدر لنادي الكويت بعدد
لا بأس كبير يعني بالنسبة 33 مقابل يعني 24 بالنسبة لنادي السالمين اللي خسر من الكويت 3-0، نتيجة كبيرة، فرق 9 الآن بينه وبين الثاني، والعربي الثالث 20 والقادسية 19 الرابع و19 أيضا مع الجهرة ثم كاظمة 19 والنصر 16، وبالتالي تضامن 10 نقاط. كرة ملعوبة، تلعب الكرة أمامية ومقطوعة، قل هجوم الآن يبتدي راح يهاجم الجهرة. إحنا عندنا مشكلة بأن الفريق من يتقدم يتراجع أو يهاجم الفريق الآخر، هذه مشكلة يجب على سواء اللاعبين المدرب يتغلبون على هذه المرحلة عن هذه الأمور. شوف الآن كرة ملعوبة ومقطوعة وأكبر عدد لاعبين من النصر 3-5، 3-5، 3 وين وديتها وين؟ وهذه الكرة وراح ترفع ولكن تطلع إلى كورنر، طايح لاعب نادي الجهرة في أرض الملعب. طبعا احنا قلنا على الكرة والشغلات واللي طلعوا الكرات برا الملعب، هذه أحد الإيجابيات اللي الآن ممكن يعني هذه دخول يعني من اللاعب اللي هو لاعب النصر وسلامات لاعب الجهرة اللي هو ممكن يكون عبيد رافع. طبعا كورنر لكن لازال فريق لاعب قاعد يعالج نفسه، لازال يعالج نفسه يعالجه طبعا تعالج من اخصائي تعالج. اذا راح تلعب الركنية ويطلع يعني بالسلامة راح يرجع ان شاء الله اللي هو عبيد رافع. اذا كورنر 1-1 وكورنر ركنية ارضية وتلعب الكرة ولكن محمد خالد اللعب لازم يرجع اللعب يعني اعطاه فرصه زياده او تاخر عليه دخوله، وهي كره ملعوبه الان دخل اللاعب بعد الاصابه عليه وشايت حلوه شايت وحلوه وركنيه كره. حتى الحكم شيء حلو انه يعتذر للاعب لانه ما انتبه له لانه كانت هجمه سريعه، فبالتالي ما كان منتبه للاعب اللي هو، عشان احنا ما نبرر حق الحكم انما هو اعتذر يعني دلاله على الاعتذار على انه يعني انه كان نوعا ما يعني نسى اللاعب لان الهجمه كانت سريعه. 38 دقيقه وباقي 7 دقائق وهذا كورنر كله ارضي يعني نازه نوعا ما. شوف ما قاعد بدام انها ارضيه في الدفاع، اول دفاع هو اللي طلعها، هاي 3 و4 ركنيات نفس اللاعب يعني، فبالتالي هذه كره ممكن تلعب طويله. لا غير رايه حبت خالد. شوف حلوه لعبت احلى لان المهاجمين ايضا مغطين عليهم مدافعين، فبالتالي كره حلوه متعوبه. جول 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 الله، تاخير من اللاعب طلال العجمي، تاخير من اللاعب طلال، وهذه كره ملعوبه مره ثانيه. النصر افضل انه بيده. طبعا في فرق بين المهاجم والدفاع، لما تلمس بايده غير مقصوده يستفيد منها ويستفيد منها لاعب ثاني او تكون خطره على الفريق الثاني، غير لما تحطها بلنتي يعني جول، غير البلنتي يعني شوف هذه يعني هند مو بلنتي يعني، غير فرق هذه الامور اللي هي يعني ما تضر انه خلاص لمست بايدك خلاص هند عليك مو بلنتي توصل. اذا تعادل 1-1 والنصر افضل، النصر افضل ضغط يعني، واخر 5 تقريبا دقائق على نهايه الشوط الاول. استاذ صباح سالم من النادي العربي، هذه كره ملعوبه لنادي فيصل زايد. حمود ملفي توصل مره ثانيه فيصل زايد، حاول فيصل كره معاه راح يرجع يلعبها سيلفا تنقطع من ده سيلفا، يعني يقول له
خلاص من دي سيلفا. دي سيلفا هو اللي عامل الحركة وحاجز اللاعب بالطريقة ذكية. شوف بالطريقة ذكية، يعني أنا أشك في كرة مثل هذه أنها تنعمل فاول. كرة لصالح فريق نادي، لصالح فريق الجهرة. هل رونالد مرة ثانية يستفيد؟ أرضيات، شوف الكرات الأرضيات هاي ترجع على طول، ترجع يعني نوعا ما، ما نقول أرضية أو أرضية إنما أنزل، كانت اللعب أعلى توصل أخطر للجهرة. انذار تأخذ، انذار تأخذ يا فيصل، فيصل فيصل أنت يعني تعتبر لاعبي الفريق اللي تغير اللعب وقاعد أنت اللي شايل مساحات تكسب وتغزل وتمر مهارة وساحبة. مكان مو خطر، مكان مو خطر مثل هذا بالنسبة ملعبك أنت، تير اللاعب وتأخذ انذار. لو أن آخر لاعب ويما لاعب ثاني مدافع ورا ممكن تكون بالجول. إيه أسوي أنا فاولات متعمدة مثل هذه؟ أنت لازم تتعلمها خلاص يعني فيصل. دعيد ما تأخذ انذار سهل، لو الحين تحصل انذار اجباري تسويه تنطرد، ما خسر تخسر فريقك، اكيد خسر فريقك. مشعل فواز تعالج، تعالج لازال مشعل فواز ظاهر العدواني مدرب فريق نادي النصر. طبعا يكلم لعبه، مو اللايل من يمه، مو الكاميرا ما صادت اللعبه الان واضح. طبعا يكلم لعبه رقم 17 يكلم اللي هو طبعا سلمان مجبل. سلمان مجبل يوضح له انك تمرر كره وتمشي واحد، يوضح له امور كثيره. سلامات، سلامات لمشعل فواز. هي ركبة بس انه ممكن تكون كدمة، الكدمات اسهل من اللف. الكدمة ممكن يتعالج ويحط له تخدير ويلعب، انما لفة الريل بالنسبة للانكل، بالنسبة للركبة، الشد العضلي، العضلة الخلفية، العضلة الامامية، الفخذ لما يشد ويركض، هذه مشكلة. هذه كرة وهذه ضاعت، لكن توصل ممكن هجمة. جهرة ما هو قادر، شوف ماسكين بطريقة أيضا النصر، هذا محمد سعد، ولكن ناحية فيصل زايد رمي التماس ترجع إلى مساعد، إلى حارس المرمى محمد هادي. ملعوبة على طول محمد خالد يلعبها على طول اللي هو عمر علي ناحية فيصل زايد، تغطية إلى الحارس. طبعا استلام كرات مثل هذه من حارس المرمى استلام ما هو سهل، شوف استلام وتمريرة حلوة. هذه تحتاج إلى التمارين اللي بالنادي يمرن الحراس انهم يلعبون كرة قدم كلاعب، فبالتالي يكسب هالكرات ويكسب التصرفات هذه كلها تفيد. الان توصل، توصل مرة ثانية، هذه هجمة للجهرة. حمود ملفي، حمود كرة حلوة يمررها، في لاعب طايح لكن ماكو تطلع كرة، انت تطلعها كيفك، حكم مرات هو يقول له او انت بتطلعها، في لاعب طايح. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها الكويت، و 45 آخر دقيقة تقريبا أو أقل من دقيقة صلاة المغرب. يعني لازال يتعالج، لازال يتعالج لاعب نادي حمد عليان
النصر يقول بكوعه يأشر بالكوع اشترك معاي. دقيقتين وقت بدل ضايع لان تقريبا قبل شوي دقيقه اللي هو تعالج فيها اللعبه وطاح فيها اللاعب دقيقه ودقيقه حسبها من خلال الامور اللي حصلت في الفاولات واصابه اكثر من لاعب او توقف هذا البسيط. فبالتالي دقيقتين الان يعطي وقت بدل ضايع. توصل لحارس المرمى محمد هادي. محمد راح يلعبها طويله طويله. كواكو بصدره ماخذها. عازمي الى كواكو قصيره تنقطع الكره توصل. شوف العازمي انقطعت منه الكره يحاول يعوض ورجع وغطى. هو اللي راح شوف الرايح على اللاعب. شوف حاول يمدري له. هو اقرب واحد رقم سبعه. رقم سبعه اللي هو طلال العجمي مال العازمي. طلال العجمي العجمي كره ملعوبه. فواز مشعل انقطعت. هذه ممكن تكون خطره ايضا لان تقدم لاعب نادي النصر في الجهه الثانيه لكن مقطوعه عليان احمد. تطلع الكره الى برا معك. اذا دقيقتين وقت بدل ضايع. مضت الدقيقه الاولى ودخلنا في الدقيقه الثانيه. دخلنا في الدقيقه الثانيه والتعادل 1-1. هذه كره الله الله على كره مثل هذه. كان في امكانك تاخذ خطوه وتغير اتجاه الكره. تلمسك هي تغير وانت واصل على 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 الحارس. كره حلوه كانت ممكن يسجل الثاني الجهره ثاني سيلفا. سيلفا ضاعت كره منك. وهذه كره اخر كره في نهايه الشوط الاول. اخر كره خلاص تنقطع راح يصفر. وبالفعل صفر. اطلق صفاره حكم اللقاء الجمالي عبد الله. معلن نهايه الشوط الاول بتعادل. نهايه الشوط الاول بتعادل الفريقين 1-1 من استاد صباح سالم النادي العربي في منطقه المنصوريه. اذا خلكم معانا ومعانا المحللين في الاستديو راح تسمعون امور كثيره حصلت سواء فنيه او تحكيميه او غيرها من الامور اللي حصلت في الملعب. لكم تحياتي حمد ابو حمد ولكم ان شاء الله بالشوط الثاني نلتقي معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مره ثانيه نعود ونواصل معكم الشوط الثاني من مباراه اليوم بين النصر والجهره بدوري فيفا الممتاز. ولا شك ان مباراته في شوطها الاول كان شوط حلو خصوصا النصر. خصوصا النصر بشكل افضل ادى. تقدم الجهره بهدف. تعادل النصر من خلال ضربه الجزاء اللي هي توصل. الى الجهره مره ثانيه اللعب. طبعا سجل الجهره بدقيقه 20. تعادل النصر بدقيقه 33. كره ملعوبه نقلتين. رونالد مقطوعه توصل مره ثانيه وهجمه للجهره. الظاهر بدايتها جهراويه. هذه كرة لكن تطلع برا الملعب. تطلع الكرة إلى رمية تماس نادي النصر. بداية الشوط الثاني 1-1 انتهى الشوط الأول. تطلع الكرة مرة ثانية رمية تماس. فاول ما بين ايضا كواكو اريك كواكو دخل معه اللي هو رونالد كاميروني رونالد. وايضا طويله ملعوبه لكن اقرب الى دفاع نادي النصر يلعبها لكن تطلع الكره الى رميه تماس. رميه تماس المست الرايه لكن خروجها الى رميه التماس وليس كورنر. رميه التماس رميه التماس للنصر. محمد خالد لعبها الى كواكو توصل للنصر.
أمامية الكرة وهج، لكن في أفسايد، في أفسايد أو في فاول، في فاول، في فاول. لاعب نادي النصر يعني حتى الكتف القانوني ألغي. أول يقول لك في كتف قانوني، الكتف بالكتف مهما تكون، لكن ألغي كتف القانوني خلاص، ما في كتف قانوني. تلعب الكرة للجهرة رونالد، خالد عمر، توصل فواز، كرة معاه سريعة للنصر، حاول يتقدم، كرة معاه وناحية اليسار، لكن يغير رايه معاه فواز، سلام النصر نغلاته، توصل كرة راح يشوت، حلوة محاولة وشوتها حلوة على طول، لكن تطلع الكرة الى برا الملعب، ركلة مرمى. طبعا مشعل فواز يقول له العب معاي وانتم، وانا يعني ماخذ مكان جيد، يكلمه مشعل. اذا بداية كانت جهراوية هجمة، الان اصبحت نصراوية، وبالتالي اول ثلاث الى اربع دقائق داخلين على الدقيقة الرابعة. للجهرة تطلع برا الملعب رمية تماس، ظاهر العدواني مدرب فريق النصر يوجه لاعبينه، كرة مرفوعة أقرب إلى حارس المرمى بندر سليمان، بندر حارس مرمى الجهرة يلعبها طويلة مقطوعة، ترجع مرة ثانية بعد ما عدت من توصل، ولكن مقطوعة الكرة، توصل مرة ثانية بندر حمود ملفي، كرة مقطوعة بين الفريقين الآن، بعد يعني الآن خلال دقيقة دقيقتين ما في في ارتباك، يعني ما في تهدئة، أشوف واحد قاعد تنقطع بينه والثاني يحاول يكمل، الآن بدأت تهدأ بشكل أفضل، شوف فيصل زايد نغلتين اللعب، بدأ الجهرة الآن ينقل ويهدي بشكل حلو، توصل فيصل زايد نغلتين محمد سعد، لكن وين انقطع، توصل للنصر كواكو، طويلة ملعوبة، لكن الكرات هذه الآن النصر بدأ يتراجع، لما يتراجع يقل أداء النصر بشكل واضح، لكن لما يكون بشكل أفضل راح أيضا يعني يكون معاكم بوضع الفريق، وضع الفريق الآن شوف بدأ يتراجع الآن النصر، هذه ملعوبة رونالد، رونالد دا سيلفا، دا سيلفا الكرة معاه، كرة في الأمام لكن أقرب إلى حارس مرمى نادي النصر، محمد هادي، محمد هادي محمد هادي والتعادل نتيجة طويلة، لكن وين نازلة، نازلة طبعا ممكن ترجع عليه سريعة، ترجع مرة ثانية محمود ملفي، عازمي محمد نغلتين ثلاث للنصر، الآن ممكن تكون كرة نوعا ما ممكن تكون خطرة بينية، شوف مشعل ترجع مرة ثانية نغلتين ثلاث، راح يحاول يغير الجهة الثانية، راح يقع ناحية اليسار، ناحية اليسار شوف ناحية اليسار واضح، بينية ملعوبة محمد خالد، ترجع إلى محمد خالد مرة ثانية ويتقدم، راح يرفع يلعب له كرة أرضية ولكن مقطوعة،
توصل ترجع مرة ثانية نقلتين ثلاث جهرة عبد الرحمن خالد ترجع لحارس المرمى بندر سيمان ملعوبة طويلة أمامية ناحية رونالد لكن يقطعها دافع نادي الجهرة تطلع نائب لاعب النصر تطلع الكرة برا الملعب رمية تمام سريعة اللعب الكرة وخطرة خطرة شايتها لكن وين دا سيلفا وين دا سيلفا سريعة قاعد يعني دا سيلفا شاد ويا لاعب هذه الإعادة ويا لاعب مع أحد لاعبينه وزملائه على أساس يقول له يعني ويا حمود منفي الظاهر شلون تشوت كرة مثل هذه تضيعها أو كذا بمعنى يعني لأن يبون يتقدمون على أساس واحد واحد الآن على النصر و بندر نايف انذار بندر نايف بندر نايف انذار كانت كرة مشتركة لكن في لاعب اقرب باللاعب عبد الله جمالي حكم اللقاء يعطي انذار داخلين على الدقيقة العاشرة راح يلعبها أرون ترجع الكرة وتوصل مرة ثانية للجهرة وخطرة للجهرة شايت على طول لكن تطلع الكرة حلوة 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 وفرصة من فيصل زايد لكن تطلع الكرة إلى برا الملعب ركلة مرمى لصالح فريق نادي النصر يلعبها حارس المرمى محمد هادي طويلة دا سيلفا تنقطع الكرة توصل تطلع الكرة برا الملعب رمية تماس رمية تماس ملعوب الكرة في الأمام ولعبها وغير اتجاهها بالرأس على طول لكن حارس المرمى بندر سيمان تغيير على طول الكرة لما لعبت لكن متابعة أيضا لأنها كانت سريعة توصل محمد عبد الرحمن خالد مقطوعة للجهرة للنصر تقطعها الجهرة تطلع برا الملعب رمية تماس للنصر رمية تماس توصل للنصر وهجمة للجهرة الآن حاول ينظم له هجمة محمد سعد كرة معاه يلعبها على طول طويلة لكن تنقطع قطع دفاع نادي النصر توصل مرة ثانية ولكن وين من غير أي تركيز من غير أي تركيز لأن النصر أيضا انتشارهم غير سليم لحد الآن لحد الآن بالنسبة للكرات اللي مضت هذه هذه كرة ملعوبة توصل محمد العزمي يلعبها للعجمي طلال لكن برا الملعب تطلع رمية تماس للجهرة وين توصل هجمة للنصر راح ناحية الشمال لكن لعبها لبعيدة راح يرفع راح يرفع راح يرفع راح يرفع لكن بيد حارس المرمى بندر سليمان إلى بندر سليمان أقرب لها أقرب لها أداء الشوط الثاني أقل من الشوط الأول أكيد أكيد اللي تابع الشوط الأول
كان متعة، وكانت هجمات، وكانت فيها جولين، والآن هذه كرة، والآن لكن وين أقرب للحارس؟ شوف الأخطاء واضحة، الأخطاء واضحة للأداء، للأداء الأقل من المتوسط الآن في الشوط الثاني. أحمد توصل إلى بعد ما لعبها اللي هو بندر نايف، ترجع مرة ثانية يحاول ينقل بندر، هو ينقل لهم مع كواكو، كواكو أريك أريك كواكو طويلة أقرب لحارس المرمى بندر، بندر سيمان مشيها إلى عبيد رافع توصل، عبيد رافع ضال فيصل زايد توصل إلى هجمة لعبها رونالد وتوصل إلى محمد سعد، محمد سعد راح يشوت ولا ينغلها، نغلها لكن نغلته من الخطورة إلى أقل خطورة، أبعد يعني أبعد من المكان الأخطر. كرة اللعب بينية ملعوبة أو ينقلها الناحية الثانية، توصل مرة ثانية محمد العازمي، وين عليها سريعة سريعة واضحة ما يحتاج يعني التقدير، التقدير سرعة الكرة مع سرعة اللاعب، التقدير واضح أنها راح تطلع قبل لا يحصلها، توصل للجهرة، رجعها للدفاع أحمد حسن، أرون أرون توصل، بندر نايف طويلة ملعوبة لمشعل فواز، مشعل حصلها قبل لا تطلع، حصلها يحاول يعدي علشان يشكل خطورة بشكل أفضل، لكن ترفع الكرة محمد خالد، ترجع مرة ثانية لنادي الجهرة، محمد سعد اللي راجع إلى رونالد، رونالد وين تطلع برا، تطلع برا ما حصل رونالد، تطلع برا رمي التماس لصالح فريق نادي النصر، رمي التماس ربع ساعة الأولى، ربع ساعة الأولى من راح يؤدي أفضل الآن ويرفع مستوى المباراة، الفريق النصر أو الجهرة، فريقين لحد الآن أداهم متساوي بالنسبة للمتوسط إن لم يكن أقل، كرة ملعوبة توصل هجمة لصالح فريق نادي النصر، موه تمويها وين وين لعبتها، وين لعبها للدفاع، لعبها للدفاع ويأشر للهجوم، أنت شايف وين وين هو ولعبتها للدفاع، درب فريق النصر ولا عد لعبها له، يكلم اللاعب اللي قال لعبها له كمريره صح، يأشر له تطلع الكرة الآن اللي هو اللي رقم 18 فرانسيسكو، يصفق له يقول له شد حيلك أكثر يلا تحرك، تحرك أكثر يقول له اللي هو ظهر العدواني لفرانسيسكو، آه فيها فاول، فيها فاول، فيها فاول، صفر صح، أعطاه فرصة، أعطاه فرصة فيها فاول، هي واضحة أنه ماسكه، أعطاه فرصة حكم مرة يكلم حمود ملفي، حمود ملفي يبي إنذار الظاهر، هو اللي يبي إنذار، طلع الكرت ماكو خلاص، طلع الكرت يعني كرت هذا لازم ياخذ خلاص حقه، لو كرت البنك ماكو رصيد مو مشكلة يرجع، لكن الواحد فاول وأخذ إنذار طلع الكرت، عصبين الجهرة، عصبين حكم عبد الله جمالي، في تغيير للنصر الآن، في تغيير لأن الأداء، الأداء يستوجب، يستوجب على التغيير طبعا كأداء، راح يغير الآن، راح يغير، راح يطلع 17 للنصر يلعب 10، زبن العنزي
هذا ظاهر العدواني زبن مكان سلمان مجبل زبن العنزي طويلة ملعوبة وين توصل طويلة ملعوبة ولكن مقطوعة تنقطع الكرة وتوصل لا زالت في مكان لكن مقطوعة هجمة على طول زبن مع الكرة نغلتين فرانسيسكو إلى زبن توصل مع فرانسيسكو بعد ما لعب كواكو توصل مرة ثانية لصالح فريق نادي الجارة فاول على كواكو فاول لصالح فريق نادي الجهرة لعبها على طول أحمد حسن أو توصل نغلتين ولكن مقطوع عن النصر نغلتين ويعدي الثاني والثالث والكرة معاه إلى لسيلفا لكن ترجع بالرأس لحارس المرمى محمد هادي ممكن الآن الحرص الشديد اللي بعد بالدقيقة تقريبا يعني نقول الدقيقة 20 يعني يؤدي الفريقين بشكل أفضل شوف بدأ الآن يعني نقول من الدقيقة 20 يعني داخلين الآن الدقيقة 19 بدأ فاول على عبد الرحمن خالد إذن فاول لصالح فريق نادي النصر راح يلعبها الآن مشعل فواز مشعل يلعب له كرة حلوة توصل مقطوعة للجهرة وتطلع الكرة إلى ربيع التماس لصالح فريق نادي الجهرة ربيع التماس الظاهر الجهرة بيغير لاعب كأنه قاعد يتكلم بونياك مع أحد اللاعبين يقول له جهز لي لاعب أكيد معين لاعب معين قاعد يكلم المساعد المدرب اللي هو اللياقة البدنية عشان يهيئ لاعب ومعه نواف طبعا معه نواف مساعد المدرب نواف جابر طبعا ومساعد المدرب هذه كرة ملعوبة هجمة لصالح فريق نادي الجهرة تلعب الكرة وراح يشوت محمد سعد لكن تطلع بعدها الدفاع توصل مرة ثانية اي لا مشعل فواز توصل فريق نادي النصر ومرفوع الكرة اقرب الى بندر سلمان بندر سليمان ملعوب على طول دي سيلفا الكره معه كره الان سريعه للجهره تلعب توصل نغلتين فيصل زايد يلعبها ويغير محمد سعد يلعبها الى الخطره الله حلوه تمريره من محمد سعد الى رونالد بمنتهى الروعة وقوية والزاوية وأحلى من حارس المرمى محمد هادي ينغذ مرمى من هدف ثاني للجهرة بدل الدقيقة 20 قلنا حلو المباراة والآن داخلنا على الدقيقة 22 يعني نص الشوط الثاني الآن تقريبا فبدت المباراة تاخذ طابع شوف الإعادة وشوف الكرة وشوف القوة والزاوية واختار زاوية والحارس كان صاحي وهذه أحلى أيضا وخطرة لكن يبعدها دفاع نادي النصر كرة معاه ويحاول يهجم طبعا في مهاجمين ثابتين في الأمام النصر ويتابع معاهم ثالث أو رابع
دلالة على أن كل فريقين يبون الفوز ما يبون التعادل، يبون الفوز ما يبون التعادل، هذا أمر مؤكد. في لاعب حارس المرمضة ولا لاعب نادي الجهرة؟ لاعب نادي الجهرة طايح في أرض الملعب. محمد سعد الظهر اللي طايح راح ينهض، راح ينهض، وأمر طبيعي إن شاء الله، ما في إلا الخير إن شاء الله. دخول أخصائي الفريق روح رياضية من ظهر العدواني يعطي ماي لاعب نادي الجارة، هاي الروح والأخلاق الرياضية طبعا. محمد سعد خلاص كمل، بدأ مدخل الأخصائي، لازم يطلع، لازم يطلع اللاعب برا الملعب. هذا عبد الرحمن خالد يقول راسه يفتر. بيعطي الكابتن الى واحد ثاني، الظهر ما يبي يلعب ما يكمل. اشاره الكابتن راح يعطيها الظاهر لاعب نادي النصر معاه، وراح يتغير محمد سعد اكيد، راح يعطيها فيصل زايد ممكن، فعلا راح اعطاها هي، واضح اللاعب اللي رايح نادي النصر لا اعطاها للاعب لاعب نادي الجهرة لخروج محمد سعد. سلامات محمد، سلامات. ظهر الدوخان دايخ، سلامات محمد. دخول طويلة ملعوبة، دخول رقم 9 نادي الجهرة سعد وليد، سعد وليد مكان محمد سعد. طويلة ملعوبة يقطعها مدافع نادي النصر، كملها على طول، تعدي توصل مرة ثانية، حاول يموه وينقل كرة وينقل، راح يغير اتجاه ثاني طبعا، راح يغير خلاص سكرت المنطقة، راح يغير جهة ثانية بالدفاع، من الدفاع إلى محمد إلى عبد الرحمن خالد، لكن يلعبها إلى دي سيلفا. لسلفة فاول، فاول ياخذها دي سيلفا ويلعبها سريع على طول، نغلتين ثلاث، رونالد توصل وتتصلح وتنحط سهلة، تنحط سهلة من فيصل زايد، ظهر فيصل زايد تنحط سهلة، كان بإمكانه انه يلعبها، وانت لاعب يعني مهاري ولاعب تعرف الكرات اللي اللعب، ضاعت يعني نقول ضاعت فرصة، لو أن أنغذها حارس المرمى كانت فيها خطورة وأنغذها، إنما هذه فرصة منه ضاعت. كورة شايت النصر، فريقين بدوا يهجمون الآن، فريقين بدوا يهجمون الآن، شايتها على طول لاعب نادي النصر، يكلمه ظهر العدوان يقول له ادخل كمل فيها الهجمة، كمل فيها وكمل علشان تشوت بأقرب فرصة، أقرب أخطر. فبالتالي يكلم اللي هو طبعا زبن، كلم زبن العنزي، زبن من اللاعبين ايضا من اللاعبين الجيدين، وبالتالي في لاعب طايح في ارض الملعب. خلاص راح ينهض 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 ويكمل، راح يكمل راح يكمل عادي، ولا من غير دخول اخصائي. يقول لا العب حكم، يقول بالكوع تلعب الكره وترجع على طول للجهره، هجمه على طول للجهره، دي سيلفا دي سيلفا دي سيلفا، والجهره بدا يشكل خطوره اكثر. الله حلوه حلوه الكره، لكن بيد حارس المرمى،
حصلها بعد ما لفت اطمرت منه الكرة لأن قوية أيضا هو طايح، وينقذ مرمى محمد هادي، ينقذ مرمى محمد هادي من هدف. بدأ يضغط الجهرة، ايش راح يسوي النصر؟ بدأ يضغط الجهرة، ايش راح يسوي النصر؟ الحل عند النصر أكيد، الحل عندهم. ثمانية وعشرين دقيقة وباقي 17 على نهاية الشوط الثاني والمباراة 1-1. طويلة ملعوبة لكن برا. أوفسايد، تسلل، تسلل. شوف الكرة هذه، شوف الإعادة، شوف مرت فوق، لو كانت بعد أقوى كانت لفت عليه، هو طبعا ما يقدر يحصلها، لكن أقل خطورة يعني أو أقل قوة بالشوت. بينية ملعوبة للجارة تنقطع، بندر نايف تنقطع، دا سيلفا يلعبها على طول، فيصل زايد، كرة مع فيصل، كرة مع فيصل ولكن مقطوعة، ترجع إلى فيصل مرة ثانية، ترفع عبد الرحمن، الله، حلوة تصرف فيها ولفها رونالد، حلوة لف جسمه بالكرة، ولو كانت بالزاوية الثانية بعد، الله الله، يعني بالجبهة على يمين الجبهة أكثر له، أكثر له تلف الجهة الثانية بلف بشكل أكثر، لكن هذه شوف بتحسف طبعا، أكيد بتحسف على كرة مثل هذه، تغيير كرات والجبهات وتغيير كرات، تغيير اتجاه الكرة. بعض المرات يقولك أنت كرة جاية قوية لا تلعبها أنت بقوة، اشترك فيها بطريقة فنية لتغيير اتجاهها من الزاوية اللي على يسار الحارس إلى يمين الحارس أو إلى الوسط، تصرف. رمية التماسي صالح فريق نادي النصر، الجهرة أفضل الآن، الجهرة بدأ يشكل خطورة ويضغط، وضاعت منه فرص، وأنقذ أيضا مرمى النصر محمد هادي أيضا أكثر من فرصة. مش راح يسوي النصر الآن، راح يعدل من وضعه كأداء، بدأ ينقل ويهدي محمد العازمي، بدأ ينقل النصر، شوف بدأ الآن دافع من الخلف، لكن ما أعطاه إياه لأنه فعدت الثواني الثلاث، ثلاث ثواني هو عادة يعني يعطي، لكن عدت ثلاث ثواني في الآن، انطرد، طرد لأن عنده إنذار، طرد لأن عنده إنذار، عنده إنذار فيصل، بندر نايف، بندر نايف عنده إنذار. شوف هني دخوله عليه من تحت، وبالتالي يقول له يعني بندر نايف عنده إنذار، فحصل على طرد الآن. إذن أداء النصر أكيد راح يقل، مو بالضرورة إنه لما ينقص الفريق يعني يقل أداءه، إن رايح أكو كرة برا الملعب كان يشوتها بوي حتى المنصة، لا 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 احذفوه، لا ما يجوز، ما يجوز الأمور هذه، صارت في شغلة، صار شغلة بالمنصة، وبالتالي ما كل الخير إن شاء الله، ما كل الخير، ولكن تصرف هني، احنا ما علينا من التصرف هذا، هني الحكم هو لا القرار، لكن شات الكرة على المنصة مرفوض طبعا، اكيد رجع الكرة احد الموجودين في المنصة الى الى الى, إلى جاسم العميري مراقب المباراة. انذار اذا من عليه، هذا انذار ثاني كانه اصفر، انذار او انذار نفسه على اللاعب نفسه، هذا الانذار اللي بالشوط الاول، اللي بالشوط الاول عشان اوضح لك، هلا هذا اعطى الثاني الاصفر، فبالتالي انذارين، فطرد خلاص، انذارين طرد في الشوط الاول، انذار كاسب غافل، ايه
لاعب سابق طبعا في كاس القافل النصر بيد حارس المرمى الكره معه و 33 دقيقه تقريبا باقي 12 دقيقه على نهايه الشوط الثاني والمباراه والجهره هو الاقرب للتسجيل هو الاقرب للتسجيل رونالد تلمس إذا في تغيير للنصر الآن تغيير راح يطلع رقم 18 اللي هو فرانسيس راح يطلع فرانسيس ويلعب مكانه لاعب 25 خالد خالد راح يطلع الظاهر العدواني الظاهر انه انطرد العدواني ظاهر العدواني الظاهر انطرد الان كاسب غافل احتجاجا على الظاهر للطرد او حاله الطرد احتجاجا على حاله الطرد فبالتالي احتج او كذا فانطرد ايضا الظاهر العدواني ونزول الان رقم 25 انذار او انه طرد خالد شامان لعب مكان فرانسيس خالد شامان كرة ملعوبة معقولة ليش مو معقولة معقولة طبعا الله اكبر يا العجمي الظاهر العجمي اللي سجل يا سلام عليك يا سلام عليك هل يقدر طلال العجمي الان في الدقيقة 34 يعني بدي بالشوط الظاهر العدواني شوف هذا لما طرد برا ظاهر العدواني يعني يقول ويقول محتج ايضا بندر سيمان شوف يقول انه شوف وحط الكرة وجول حط الكرة وجول بندر طلال العجمي في الدقيقة نقول 34 يعني 70 وبالتالي 79 دقيقة 79 من عمر المباراة بالدقيقة 79 من عمر المباراة يعني باقي 11 دقيقة الآن أو 10 الآن 10 معصبين فريقين ليس بالضرورة أن ناقص ما يلعب أفضل كاسب غافل يلا يقول لك يلا ويأشر بإيده بس شلون يقدرون عاد الآن الحفاظ هل بالرجوع أم بأنك تتصرف بالكرات طبعا اللاعب اللي لعبوه بالنص لكن يبينهم هجوم علشان يشغل دفاع الجهرة علشان يستفيدون من الوقت من خلال الهجمات إذا يلعبون بهذه الطريقة إذا يتراجعون لا لا وهذه الكرة توصل بيد حارس المرمى محمد هادي لاعب الصراحة مو لاعبين بالدفاع شوفوا تقدموا اثنين في الأمام تقدموا اثنين بالنصر في الأمام وهذا طريقة سليمة إذا كان يطبقها ويستفيد منها لكن فاول على اللاعب لاعب النصر فاول على لاعب النصر اللي هو مشعل فواز نغلتين ثلاث هني شو يسوون يعني كثر ما يقدرون إنه بنص ملعب النصر كل لاعب ويا لاعب ويضغط عليه على أساس إنه يقطع كرة منه ويبتدي هجمة عشان ما يعطي فرصة ما يهجم عليه بملعبه لأنه ياخذ فرصة أكثر يهجم عليه بنص ملعب النصر يضغط وبالتالي يقدر يسيطر بشكل يعني برا الملعب كرة برا الملعب العصر الحكم يروح للاعبين الجهرة والوقت يمر سريع وتقدم للنصر الآن تقدم للنصر توصل الكرة توصل وتوصل تلعب نغلتين ثلاث ويبعدها لعب الجهرة رمية تماس النصر رمية تماس النصر بعد ما طلعها فيصل زايد تغير على طول ناحية الجناح الشمال اللي هو الهاف الشمال حارس المرمى طايح في أرض الملعب
رايح في أرض الملعب. دقيقة 37، دقيقة 37 عاد يعطي انذار ولا ما يعطي انذار، ولا يقول له لا صحيح متعور اشترك بلعبة او ما اشترك بلعبة، كل الأمور هذه عند عبد الله الجمالي. شوفي كلمة لأنه معصب عليه، يقول له طايح انت يعني من غير اي مشاركة. شوف الجول، شوف الجول من طلال العجمي، سلام عليك، جول وسريع وسرعة وطلال وتابع، يحب فريقه، حقك يبو حقك. شوف مستانس، في تغيير الآن، راح يطلع، راح يطلع لاعب الجهرة عبيد رافع ويلعب مكانه فايز الظفيري، راح يلعب مكانه فايز الظفيري. فايز الظفيري يلعب، راح تلعب الكرة طويلة أقرب إلى الحارس، أقرب إلى الحارس. إذن فايز الظفيري مكان عبيد رافع، الكرة مع نادي النصر، راح ينقل نقلتين لكن بالخطأ غلط، بتنقطع للنصر مرة ثانية ويسحبها ويتقدم. شوف هني أنت لما تهجم أنت قاعد تكسب وقت بالنسبة لتضييعه على الجهرة لما تهجم، إنما ترجع بالتالي رجوعك هذا يسبب ضغط أكثر على فريقك. فقاعد يلعب بطريقة سليمة النصر، سليمة، إنما أخطاء قاعد تضيع الكرة، هذه أمور بيد اللاعبين. زبن يلعبها، زبن لكن زبن العنزي تلمس، يبي يتصرف، يبيون يستفيدون كل وقت كل دقيقة النصر من خلال هذا اللعب بالطريقة هذا. حاول تطلع الكرة بعد ما رجعها طبعا اللاعب مشعل فواز، رمية تماثل الجهرة، رمية تماثل الجهرة اللي كان أفضل في الشوط الثاني، وقلنا لك يعني إنه الجهرة هو الأفضل، هو الأقرب لإنه يسجل، إنما فاجأ بجول سريع على طول وكرة عكسية سجل منها التقدم 2-1 النصر. هذه كرة وبالكعب بالعوبة، ما يمنع أن الجهرة راح يحاول كثر ما يقدر يهجم وراح يشكل خطورة علشان يخلص الهدف الفارغ اللي عليه. وطبعا اداء اللاعبين راح يبين اكثر. شوف هذه كره، هذه كره، هذه كره، هذه كره، هذه كره، هذه كره، عدت ترجع مره ثانيه، متابعه توصل ولكن بنحط، نحط من راس برا الملعب. ركله مرمى، في لاعب طايح النصر، بدوا يحاولون يستفيدون من كل ساعه واحد طايح لانه ما في اي اشتراك معاه. ممكن اللي هو قلب الدفاع، قلب الدفاع أحمد عليان. واحد وأربعين دقيقة، باقي أربع دقائق، أربع دقائق، 2-1 بتقدم النصر. كرة اللعب توصل، هجمة لنادي الجهرة، مقطوعة الكرة توصل للنصر مرة ثانية، حاول ينقل لك كرتين، ثلاث لاعبين في الأمام، مشعل تلعب الكرة وتوصل، مشعل فواز حاول يلعبها ويتقدم، حاول يشوت الآن، فاول، فاول صح. هني شوف، شوف التحكم، شوف المهارة، شوف شلون استفاد وحصل على انذار، وفي طرد، طرد لأنه عنده انذار حمود ملفي، ها صح، عنده انذار، عنده انذار حمود ملفي، عنده انذار فانطرد حمود ملفي، عنده انذار سابق طرد، الان اصبحوا العدد يعني بنفس العدد بعد ما انطرد لاعب نادي النصر، الان انطرد لاعب نادي الجهره، وراح يطلع، راح يطلع صاحب الهدف التقدم اللي هو شوف، شوف هني
يعني كثر ما يقدر اللي هو زبن العنزي انه سيطر وحافظ على الكره وعنده مهاره واخذ فاول وانطرد لاعب. شوف الاستفادات من الكره والمهاره. شوف في لاعب راح يلعب النصر الان راح يطلع طلال العجمي ويلعب مكانه احمد حواس. 43 دقيقه الان. محمود ملفي خلاص طرد. إذن دخول مكان طلال العجمي صاحب الهدف دقيقة 79 أحمد حواس. إذن ها فاول ثالث النصر جهة اللاعب لاعب النصر جهة لاعب الله لكن برا كأنها بالجول الشبك الخلفي يعني هزت الشبك من خلال العمود الخلفي اللي هو الحديدة فبالتالي كأنها بالجول وبالتالي توصل كرة ويلعبون في الوقت الحرج للجهرة الآن في دقيقة 44 و2-1 متقدم النصر وهذه هجمة لكن في وقت بدل ضايع أتوقع أربع دقائق هذه كرة وهجمة صحة فاول وانذار زبن عنده كنا انذار زبن عنده انذار لا مو زبن لا ما عنده لا مو زبن عنده لا زبن لعب الشوط الثاني انا فكرت لعب لا زبن انذار الان انذار لكن زبن ما عنده انذار لكن فاول في مكان خطر اكيد شوف الشبك هاي الكره وهذه ايضا عين الكاميرا اللي هي العدسه اللي يحطونها طبعا في الشبك كاميرا اللي بالشبك فتنحط للامور ها خمس دقائق مو اربع اقل شيء اربع فها الدقيقه اللي كانت ما لعبت في صحيح هي اربع لكن دقيقه هذه اللي خلصت الان اصبحت خمس كرة ملعوبة برا تطلع إذا خمس دقائق الآن خلصت 45 خمس دقائق يعني بالدقيقة 50 راح يطلق صفارته وشوف محاولة حارس المرمى أيضا شوف محمد هادي سلام عليك يعني راح يعطيه انذار ممكن يطردك خلاص لا تتمادى خلاص اعطاك انذار لا تطول يعني يستفيدون من الجهر الان قاعد يقولون له محمد هادي يعني الله الهادي ولكن شوف لانه خلاص اعطاك انذار هو حسب انك انت قاعد تاخر وقته لكن لا تزيد على اساس انه ما تنطرد محمد هادي طويله يلعبها توصل تلعب الكرة وين حطت في الأمام توصل للجهرة ترفع رونالد مقطوعة شوف ما شاتوا أي كرة أي كلام شوف بدأ ينغل النصر شوف يستفيد لو شايتها رجعت عليهم من الدفاع الجهرة لكن شوف لو كان لافها ولعبها طويلة هذه كان متقدم لاعب نادي النصر معه أيضا لكن ضاعت أو طلعت لأن مربوكين فريقين ربكة اللي يبي الفوز واللي يبي يتعادل الآن الجهرة راضي بالتعادل لكن تنقطع الكرة وتوصل توصل مرة ثانية وهجمة للجهرة هجمة
على طول ملعوبة لكن أبعدها كورنر 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 كورنر. أنا أقول لكم أن الكويت الآن متصدر 33 24 سالمية 20 العربي 19 القادسية والجهرة وكاظمة توصل للنصر وكاظمة النصر الآن الكويتي النصر 16 والتضامن 10 نقاط. جهرة يقاتل على أنه يزيد وهذه كرة ملعوبة لكن بيتحارس المرمى. جهرة يبي على الأقل يوصل 20 إذا فاز إذا تعادل ولكن النصر راح يصبح رصيده طبعا 19 إذا فاز. دقائق الحرجة الدقائق الحرجة مضت الآن ثلاث دقائق ونص يعني باقي دقيقة ونص على نهاية المباراة وبدأ يضغط الجهرة برا هذه برا بعيدة عالية واضحة برا وعالية. النصر إلى 19 وإذا تعادل الجهرة 20 يصبح والنصر يكون 17 طبعا. كل الأمور هذه مربوطة بالدقيقة الأخيرة الآن الدقيقة الأخيرة الآن دقيقة 49 دقيقة 49 هذه كرة أمامية توصل توصل وكرة ملعوبة للجهرة الجهرة يحاول ويتقدم بعد هذه المباراة مباشرة ستكون مباراة العربي والقادسية مباراة مهمة أيضا للفريقين والمجموعة هذه كرة ملعوبة راح يتركها راح يتركها راح يتركها تطلع راح يتركها تطلع تمريرة خاطئة تمريرة خاطئة فيتركها يتركها وتقريبا الآن نلعب بالنص دقيقة الأخيرة النص بونياك يفكر ما يفيد شوف 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 هذه خلاص راح يصفر راح يصفر الخمسين انتهت خلاص ثانية على الخمسين ثانيتين وهذه ملعوبة وخلاص راح يصفر خلاص 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 واطلق صفار تحكم مباراة عبد الله الجمالي معلن عن فوز نادي النصر مبروك لنادي النصر هارد لك لنادي الجهرة هارد لك مباراة يعني فيها أمور كثيرة حصلت راح تسمعون معانا زملائنا في الاستديو والتحليل والأمور التحكيمية كلها صراحة مباراة فيها إثارة من خلال حلال الطرد لاعبين هناك أمور كثيرة حصلت إلى أن نلتقي في مباراة مقبلة لكم تحياتي حمد أبو حمد وإلى اللقاء.